هل تارك الصلاة والزكاة يعتبر كافرا؟ تارك الصلاة متعمدا إن كان جاحدا لوجوبها فلا شك في كفره، وهذا بإجماع أهل العلم، من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، وكذلك من أقر بوجوبها وتركها تكاسلا فالصحيح أيضا أنه يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العهد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي عمود الإسلام، فلا بقاء للإسلام بدون صلاة. وأما تارك الزكاة فإن كان تركها جحدا لوجوبها، يعني منع الزكاة جحدا لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، حتى ولو أخرج الزكاة وهو يعتقد أنها سنة وليست بواجبة فهو كافر بإجماع المسلمين. وأما من منعها بخلا مع إقراره بوجوبها فهذا لا يكفر، ولكن يجب أخذها منه قهرا، يجب على ولي الأمر أن يلزمه بدفع وأن يأخذها منه قهرا ولو أدى ذلك إلى قتاله، يعني إذا قاوم في دفع الزكاة وقاتل فإنه يقاتل، كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال رضي الله عنه: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فمن منع الزكاة بخلا أخذت منه قهرا وعزر على ذلك، وإن قاوم وقاتل فإنه يقاتل. نعم.